أظن على أن جئنا لنحتفل مناضلين ومناضلات الاتحاد الوطني السوفي المغرب بمحطة فاتح ماي لنقول للحكومة المغربية على أن معالجة للأزمة الاجتماعية كانت معالجة سطحية واختزالية وانتقائية وأنها استقالت من مهامها الحقيقية، رفعت شعار الدولة الاجتماعية لكن لم تسن أي إجراء يحمي القدرة الشرائية ويوقف نزيف الأسعار، وبالتالي هي كرست بسياساتها الاجتماعية وبقراراتها المتسرعة كرست وضعا اجتماعيا تأزم أساسا مع التداعيات ديال الجائحة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. لذلك عليها أن تبادر لرفع هذه المعاناة على مكونات الشعب المغربي وفي مقدمتها الاستجابة العاجلة لمطالب الشغيلة المغربية بكل وضوح وبكل نزاهة. المواطن المغربي اليوم يكتوي بنار هذه الأسعار. Yeah.